مشاهدينا الكرام، مباشرة إلى برلين العاصمة الألمانية لنقل وقائع مؤتمر صحفي بين أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي. إلى هناك صار بشكل شامل. عندنا طموح وعندنا خطة في العراق. المجتمع الدولي مجموعة سبعة يمكن أن يساعدونا بأن نجعل هذه الخطة هي خطة حقيقية لتطوير الاقتصاد العراقي والخروج من هذه الأزمة العراقية بعراق الأقوى واقتصاد أفضل. عندنا مساهمات في كل المحافظات الأمنة، إعادة الاستقرار لهذه المحافظات. احنا نشكر الحكومة الألمانية على توفير قرض 500 مليون يورو، وهو قرض مهم لنا في هذه الفترة من أجل القيام بمشاريع إعادة الاستقرار بتحفيز الاقتصاد العراقي وتوفير أيضا أرضية صالحة للنازحين في داخل العراق جراء إرهاب داعش الذين نزحوا من مناطق داعش. احنا يهمنا بصراحة مسألة النازحين واللاجئين في الدول الأوروبية. صور العلاج الحقيقي لإيقاف الهجرة هو الاهتمام بالنازحين في بلادهم. يعني في العراق عندنا بحدود 2.5 إلى 3 ملايين نازح جراء إرهاب داعش، يحتاج اهتمام بهؤلاء النازحين أولا لإعادتهم إلى مناطقهم. هذه المناطق يحتاج إلى استقرار ويحتاج إلى أعمار. والأمر الثاني توفير الخدمات الأساسية لهؤلاء النازحين في داخل العراق، وهذا راح يساهم في تقليل هجرة النازحين بشكل عام إلى الدول الأوروبية. احنا بالطبع ماكو بلد يحاول أن يخسر سكانه ويخسر الطبقة الوسطى في هذا البلد. احنا نفتخر بهذه الطبقة في العراق ونريدهم أن يبقون في العراق، ولكن أيضا يولدون بعضهم ربما ضغط على الاقتصاد الأوروبي، وده يشوف هناك معاناة أوروبية أو ضغط أوروبي في مسألة النازحين واللاجئين في بلادهم. الحل الصحيح هو التوجه نحو إعانتهم في نفس البلاد في داخل العراق. الإرهاب هو عدو مشترك لنا جميعا ويجب أن نواجهنا بالعراق، نقاتل على الأرض. دعينا إلى مزيد من التعاون الاستخباري، هناك الآن تعاون استخباري كبير بين الاستخبارات الألمانية والمخابرات العراقية والإجهزة الأمنية العراقية لهم محاربة الإرهاب. الإرهاب يقوم بنشاطات جرمية ودموية في كثير من دول العالم ويقتل أبنائنا في العراق. هذا التعاون مهم لنا ومهم أيضا لباقي الدول، يجب أن نستمر به ونطوره. قواتنا المسلحة قدمت انتصارات كبيرة في مناطق هائلة، اليوم الحمد لله الرمادي تم تحريرها ونتجه إلى مناطق أخرى. خلال هذا الأسبوع وصول أول قطاعات عراقية إلى شرق الموصل من أجل بدء بتحرير الموصل، وإحنا عندنا ثقة بأن الموصل ستحرر قريبا. نعم هناك توقعات كبيرة وتوقعات ربما مضادة، ولكن قدرتنا على تحرير أراضينا ثبتت في تحرير صلاح الدين، في تحرير بيجي، وفي تحرير الرمادي، ورح نتواصل. لأن داعش في تراجع، ولكن داعش منظمة إرهابية خطرة جدا، وإذا سمح لها المجال ربما أن تعود مرة أخرى تهدد في داخل العراق أو تهدد مناطق أخرى. لهذا يجب أن نتحد جميعا من أجل إيقافها. نحتاج بصراحة إلى تدريب. إحنا طلبنا تدريب قواتنا الأمنية العراقية خصوصا الشرطة المحلية والقوات المسلحة من جيش. عندنا تحدي خطير وهو العبوات الناسفة التي تؤدي إلى ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة وأيضا ضحايا عسكريين. ألمانيا عندها خبرة كبيرة في المعدات وفي التدريب على هذه الآليات، ونحتاجها بشكل اضطراري وبشكل سريع. استلمنا وعود من السيدة المستشارة الألمانية بأنها ستساعد العراق في هذا الجانب على محمل السرعة، وكذلك في مسألة الاستشارات والمعرفة في الإصلاحات الاقتصادية. ونتمنى أن يكون تعاون كامل في هذا الإطار، وكل الشركات الألمانية مرحب بها في العراق للاستثمار في العراق. العراق لدينا 18 محافظة، 16 محافظة منها آمنة، وهناك كثير من الأعمال والمتطلبات. شركات ألمانية الآن تعمل في العراق على مستوى الهوية الوطنية، على مستوى الخدمات الأساسية في البلد، وإحنا نطمح أن يكون هناك مشاركة لمزيد من الشركات الألمانية في الاستثمار بالعراق. شكرا جزيلا للمستشار الألماني. عامل موساوي فون إيراك تي فاو، عامل موساوي من قناة العراقية. عامل موساوي تي فاو، عامل موساوي من قناة العراقية. سيد رئيس الوزراء، حضرتكم هذه الزيارة ليست الأولى وليست الأخيرة إلى ألمانيا. ما الذي استجد؟ استجدت كثير من الانتصارات على الساحة. كيف تنظرون إلى تعاون العراق مع الدول الغربية الكبرى في المجالين الاقتصادي والأمني العسكري؟ شكرا. هناك أمران. الأول، هناك تغير كبير على الساحة العسكرية والأمنية، وهي انتصارات اللي حققتها قواتنا الأمنية والعسكرية، وإحنا الآن ندخل في الفصل الأخير لتحرير الموصل وطرد داعش من الأراضي العراقية. هذا يحتاج إلى وقفة مع العالم، كيف
يستطيع أن نحقق هذا بأقل الخسائر وانعكاس أيضا على وجود داعش في سوريا، وجود داعش في أماكن أخرى. الآن في سوريا نحتاج إلى حل سياسي، لا يمكن أن يكون حلا عسكريا في سوريا. الحل العسكري في سوريا خلال 5 سنوات أدت إلى تدمير سوريا، أدت إلى إنتاج داعش اللي عبرت الحدود العراقية السورية ودمرت المدن العراقية والبنى التحتية العراقية وهجرت ملايين السكان وقتلت ملايين أخرى وأدت إلى أعداد كبيرة من النازحين. نحتاج إلى حل عسكري في سوريا، علينا أن نتعاون في هذا المجال. هذا تغير جديد الآن، نحن في الفصل الأخير لتحرير أراضينا في العراق، لأن قواتنا الأمنية العراقية والعسكرية لها ثقة في نفسها أن تحقق ذلك. والأمر الآخر هو تراجع كبير في مسألة اقتصاد العالم، هناك خطورة حقيقية في انهيار أسعار النفط. لا أحد كان يتوقع أن أسعار النفط تنهار إلى هذه الدرجة بهذه السرعة، وهذا انعكاسه مو فقط على الدول النفطية المنتجة مثل العراق لنخوض حرب مع داعش، إنما انعكاسه على مجمل الاقتصاد العالمي. نحتاج تعاون في هذا الإطار من أجل الوقوف مع العراق حتى يستطيع أن يوفر الخدمات إلى مواطنيه، أن يحسن اقتصاده، وأن نستمر في حرب التحرير حتى نطرد داعش من العراق وحتى نوقف هذا النزيف الهائل للداعش الإرهابية وأثرها على دول العالم بشكل عام. هذا هو التغير الجديد. نحتاج إلى أظن تغير في بوصلة الإسناد للعراق في مجالي الأمن ومجال الاقتصاد. Andreas Rinke von Reuters. Ich hätte ganz gerne noch mal nach den Auswirkungen der sinkenden Öleinnahmen gefragt. Andreas Rinke von Reuters. Ich hätte ganz gerne noch mal nach den Auswirkungen der sinkenden Öleinnahmen gefragt. Herr Ministerpräsident, können Sie uns noch mal sagen, wie dramatisch die Lage ist? Weil es Berichte gibt, dass in den kurdischen Gebieten Autonomieregierungen Gehälter schon länger nicht mehr bezahlt werden können. Und Frau Bundeskanzlerin, würden diese sinkenden Einnahmen des irakischen Staates und auch der kurdischen Autonomiebehörde nicht dazu, dass die Anstrengungen, die letzte Woche in London unternommen wurden, dass man nämlich Hilfsleistungen sammelt, dass die eigentlich konterkariert werden und sich doch wieder neue Flüchtlinge in Bewegung setzen Richtung Europa? إلى 15% فقط من الواردات التي كانت لدينا قبل سنتين، هذا هبوط خطير، وبالتالي لدينا صعوبات جمة. نحاول بإصلاحاتنا في العراق بتنويع الاقتصاد بسياسات جديدة. مشينا عام 2015 رغم أن الواردات النفطية في عام 2015 كانت ثلث ما كانت عليه قبل ذلك، ولكن الآن هبطت بدرجة أخطر. نحن نتعامل مع اقتصاد بشفافية في العراق بوضوح. إقليم كردستان يستلمون نفس نسبة النفط التي في العراق. إقليم كردستان يصدر 612 ألف برميل باليوم، يمثل 15% من الناتج النفط العراقي بشكل عام، ولكن أتصور يحتاج إلى وضوح أكثر في ميزانية الإقليم. أنا لا أفهم لماذا لا تعطى رواتب البشمركة بصراحة. أنا أستغرب عدم إعطاء رواتب في كردستان، لأنه النفط الذي يسلم من الحكومة العراقية للإقليم يمثل مالا، وهذا يجب أن ينعكس على الإقليم. أنا أدعو إلى مزيد من الشفافية في إقليم كردستان، إلى أن يكون دور لإقليم كردستان في مراقبة الموارد المالية في الإقليم وتوزيع هذه الموارد، أن تشترك الكتل السياسية في الإقليم من خلال العملية السياسية الصحيحة ومن خلال الديمقراطية، أن يكون هناك تحفيز للاقتصاد. إحنا في مركب واحد في العراق، العراق والإقليم. أي خلل في جزء من العراق يؤثر على الجزء الآخر، ولهذا يحتاج إلى تعاون. سيد رئيس وزراء الإقليم زارنا في بغداد الأسبوع الماضي، تحدثنا على هالمواضيع، ويجب أن تكون لنا رؤية موحدة في مسألة الإصلاح الاقتصادي. لا يجوز أن يبقى الاحتكار لجزء من المجتمع دون الآخر. علينا أن نتعاون مع مواطنينا. المواطن يجب أن يرى هناك تقدما في الاقتصاد، نحن مستعدون لذلك. نتعامل. أنا بصراحة في آخر طلب إلي إلى مجلس النواب العراقي طلبت ايضا اجراء تغيير وزاري شامل يعتمد المهنيين، مو فقط يعتمد المحاصصه السياسيه اللي معتمده فقط على الولاء الحزبي. يجب ان تكون هناك امكانيات، وعندنا في مجتمعنا امكانات كثيره ان تشارك في الحكومه العراقيه من اجل تحسين الاوضاع. اطلب من مجلس النواب العراقي، طلبت هذا الطلب وانتظر رده فعل الكتل السياسيه، واتمنى ان يتعاونوا معنا في مجلس النواب من اجل الخروج من هذه ازمه البلد. نستطيع ان نخرج اقوى. انا عندي ثقه بالاقتصاد العراقي، عندي ثقه بامكاناتنا. العراق مو دوله مكسوره، لها امكانات هائله من سكانها من ثرواتها، ونستطيع ان نخرج اقوى، وعندنا هذا المشروع. السبب سفري الى ايطاليا والان لقائي مع سيده المستشاره وحكومتها هنا في المانيا هو ان نتساعد فيما بيننا من اجل الخروج من هذا الذي نحن فيه. عندنا حرب مع داعش، علينا ان نقضي على داعش، ويجب ان نصمد في هذه المواجهه من خلال الاقتصاد.
Es gibt ja zwei Gründe für Fluchtursachen. Das eine ist die Sicherheitslage und da gibt es noch etliches zu tun, aber da gibt es auch große Fortschritte, was die Rückeroberung von Städten und Gebieten anbelangt. Und deshalb ist auch die Frage des Trainings von Polizei, aber vor allen Dingen auch die Fähigkeiten, die wir haben bei der Beseitigung von Sprengfallen, sehr, sehr wichtig. Und hier können wir die irakischen Fachkräfte auch sehr gut ausbilden, denn einige...